السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا تصحيح امتحان جهوي سابق في اللغة الفرنسية. هذا الامتحان تحط في رواية لبير غوريو. بالنسبة للحجاج فالفيديو باقي موجود، غير نوجدو غنحطو حتى هو. عندنا هنا نص هو اللي تحط فيه هذا الامتحان. غنبداو بالسؤال الأول، سؤال سهل جدا طبعا، مجرد معلومات غتكونوا حافظينها وغتجاوبوا اللي هو مطلوب منك. اسم الكاتب، عفوا عنوان الرواية، اسم الكاتب، نوعية الرواية، وعنوان لعمل آخر لنفس الكاتب. غنمشي والنص غنبداو كنقراو فيه باش نعرفوا من اش من رواية باش نعرفوا نجاوبوا. مع البداية ديال النص غنلقاو مسيو اوجين. اوجين دو راستينياك هو شخصية في رواية لو بير غوريو. غنزيدو نقراو نلقاو سيلفي واللي هي الخادمة اللي كانت في البونسيون ديال مدام فوكي، وغنلقاو ايضا غوريو، مسيو غوريو اللي هو لو بير غوريو او الاب غوريو، يعني رواية لو بير غوريو. طبعا على حسب رواية لو بير غوريو غنجاوبو. غنكتبو لو بير غوريو في عنوان في عنوان العمل، اسم الكاتب اونوري دو بالزاك، نوعية الرواية رومان رياليست، واسم عمل اخر ممكن تكتبو اي عمل كتعرفوه متأكدين انه الكاتب اونوري دو بالزاك. عندنا السؤال الثاني وهو مهم جدا. السؤال الثاني ملي كان فيه جوج اجزاء ا و ب، انتبهوا مزيان، ملي تشوفوا سؤال فيه ا و ب يعني فيه جوج اجزاء، عرفوا ان الجزء الاول مرتبط بالثاني والثاني مرتبط بالاول، والاجابه الاولى تدلكم على الثانيه او الثانيه تدلكم على الاولى، بمعنى اي جزء جاوبتوه راه غتعرفوا تجاوبوا من خلاله على الجزء الاخر، يعني الاول او الثاني حسب. نبداو بالجزء الاول من السؤال الثاني. وضح ما إذا كانت الشخصية الرئيسية تعيش في بيتها أو في نزل. استخرج من النص جملة تؤكد بها جوابك. Chez lui, indiquez si le personnage principal se trouvait chez lui ou dans une pension. Chez lui اللي ما استوعبهاش عند راسو، اللي ما استوعبهاش حيت واحد التلميذة ما استوعبتش ما معنى chez lui، هي بسيطة مهم. غتنتبهوا او دون اون بونسيون غتفهموا شي لوي معناها يعني في منزله او في نزول. بونسيون هي نزول. اللي قاري الرواية غيعرف يجاوب بدون لجوء الى النص، اللي ما قاريش الرواية غادي يلجأ طبعا للنص. غنمشيو للنص غنلقاو مسيو لوي دي لافوف. لافوف هي الارملة. كاين جوج ارامل في رواية الاب غوريو. الارملة هي صاحبة الفندق مدام فوكي، والأرملة زوجة البانكي اللي كانت مقابلة فيكتورين دو تايشير. نكملو. مسيو غوريو اي فو فو دوفيي سورتيغ لو 15 دو فيفريي. انت والاب غوريو، انت والسيد غوريو خاصكم، كان خاصكم تخرجوا في 15 شهر فبراير. فواسي 3 جور كو لو 15 اي باسي. 3 ايام باش داز هاد 15. Nous sommes au 18, rana fi 18 عيد ميلادي. Il faudra me payer un mois pour vous et pour lui, mais si vous voulez garantir le père Goriot, votre parole me suffira. بمعنى خاصكم تخلصوا. شنو استنتجتوا؟ كاين شي واحد كيخلص في دارو؟ ما كانش، يعني ساكن في ان بونسيون. غنكتبو في الإجابة لو بيرسوناج برينسيبال سو تروفي دون اون بونسيون، يعني الشخصية الرئيسية موجودة في نزول. جوستيفيكاسيون دو بوان، وتكتبو هذيك الجملة مسيو غوريو اي فو فو دوفيي سورتيغ لو 15 دو فيفريي. ممكن تكتبو أي جملة تختاروها من فصيلة لفصيلة أو من نقطة لفصيلة، فهذيك الفقرة اللي جبدنا منها الجواب ستعتبر الإجابة صحيحة، والمصحح ما كيسلك والو. نمشي والجزء الثاني هو اللي هو ب بنفس السؤال. دابا حصلنا على الإجابة أن لو بير غوريو ساكن في نزول، وعطينا التبرير أو عطينا الجملة من النص. سؤال ثاني، كيل ايتي لا سيتوياسيون فينانسيير ماتيريال او ماتيريال اونتر بارونتيز دو بيرسوناج برينسيبال افون. دابا بزاف والاغلبيه ما فهمش هذيك فينانسيير ولا فهم ماتيريال. كيل كنقلبوا على شي حاجه، شنو هي
quelle était la situation? Situation ou al-wada? Yani, ashnu hiya al-wadaïa? Du personnage principal. Personnage principal li sakna fil fondouk. Hit goulna su'al tani murtabit b'su'al awal. Avant. عقلوا على هاد افون افون هي اللي غتخرجكم الا كنتوا اذكياء يعني ما هي الوضعيه ما عرفناش هذيك فينانسيير ولا هذيك ماتيريال ما هي الوضعيه ديال اب غوريو قبل يعني كيف كان وضع الشخصيه الرئيسيه المالي المادي قبل ذلك حنا خلينا ما فهمنا لا مالي لا مادي كيف كان وضع الشخصيه قبل ذلك قبل اشنو قبل ما تكون ساكنه في فندق مدام فوكي وما عندها باش تخلص الكرم كيفاش كان الوضع ديالها اللي قاري الروايه بمنتهى البساطه غيلقى الجواب بمنتهى البساطه الجواب افون لو بيرسوناج برينسيبال ايتي ريش ممكن تكتبوا غير ريش المصحح ما كيسال والو غني كان غني افون لو بيرسوناج برينسيبال ايتي ريش صافي هانتوما حصلتوا على نص نقطه ديالكم نمشي للسؤال الثالث أيضا نفس الشيء جزئين A و B وكل جزء مرتبط بالآخر نبدأ بالجزئية السؤال يقول كي سي بورتي غارون en faveur de monsieur Goriot auprès de la veuve que craignait celle-ci طبعا الأغلبية ما فهمش كاع شنو هاد التخربيق هو المعنى ديال السؤال من كفل السيد غوريو عند الأرملة ما الذي كانت تخشى هنا إلا كنتوا أذكياء وما فهمتوا حتى كلمة غتحصلوا على ربع نقطة في هذه الجزئية حيت هذه الجزئية عليها نص نقطة أشنو غديروا غتعتمدوا على كي حنا على من كنقلبوا على بني آدم على شخص على إنسان على شخصية كي عندنا لافوف السؤال اللي هي الأرملة وعندنا مسيو غوريو نمشي ولا النص باش نقلبوا على الاجابه دابا حنا ما فاهمين والو كنقلبوا على شخصيه من غير لو بيرغويو حيت هاد الشخصيه مذكوره في السؤال من غير لافوف حيت هاد الشخصيه مذكوره في السؤال وغنمشيو للفقره الثانيه في النص حيت تما فين غنلقاو الجواب وغنقلبوا على الشخصيه المذكوره اشنو غنلقاو غنلقاو اوجين يعني على من اعتمدنا على كي واعتمدنا على الاسماء اللي عندنا في السؤال يعني ماشي هما الاجابه وكنقلبوا على الاسم الثالث واعتمدنا على المنطقه اللي كاينه في النص اللي حنا كنقلبوا عليها في الجواب علاش كنقول لكم بقاو غاديين مع النص بالترتيب غيبان لينا اوجين هي الاجابه غنكتبوا اوجين او اوجين دو راستينياك بحال المصحح ما كيسال والو بالنسبه للجزئيه الثانيه مناش كانت كتخاف هي خافت الى ما يخلص ليهاش الكرا طبعا غنكتبوا اللي غيعرف يجاوب غيجاوب اللي ما يعرفش يحصل على ربع نقطه هنا ومعليش ندوزوا للسؤال اللي من موراه السؤال بي واللي هو مرتبط بالسؤال ا طبعا قال لك دو كيل كاليتي مورال ا في بروف لو بيرسوناج كي سي بورتي غارون اون فافور دو مسيو غوريو طبعا اللي فهم السؤال من هي الشخصية التي كفلت السيد غوريو غيعرف يجاوب اي كلمة غتسلكو اللي ما عرفش يعني عادي ممكن واحد السؤال ما نجاوبوش نيشان ماشي مشكل واخا حصلوا غير على 9 ديال النقط راه زوينين المعلومة الجواب ديال السؤال الثالث ديال بي هو الكرم او مثلا الكرم لا جينا ويزيتي يعني انسان كريم كفلو هاد الكلمه ممكن توفي او تحصل لك تخليك تحصل على نص نقطه نمشيو للسؤال الرابع relevez une phrase qui montre que monsieur Goriot vivait ses derniers moments montre ماشي هي المكانه ماشي هي الساعه ديال اليد عقلوا على montre montre هي بحال اللي قلتي توضح تبين تاكد مهم هي montre هي توضح ماشي هي الساعه كي montre هي فعل هنا ماشي relevez une phrase qui montre que monsieur Goriot vivait ses derniers moments سؤال واضح نظن ان الكلمات واضحين استخرج جمله من النص توضح ان الاب غوريو يعيش لحظاته الاخيره غنمشيو للنص وغنبداو نقلبوا نلقاو جوج جمل ممكن يعني هما جمل بزاف تقدروا تكتبوهم ولكن انا اللي جاتني ساهله والاغلبيه غيفهمها هي الجملة كاين اللي درتهم لكم بالأخضر شوفوا الثانية il ne peut être sauvé que par un miracle
يعني ما نقدروش نسلكوه بدون معجزة، يعني كيعيش أيامه الأخيرة. هاد الجملة واضحة وكلماتها واضحين، وممكن تكتبوا جملة أخرى أيضا غتكون عندكم صحيحة. المهم كتبوا جملة بهذا الشكل، تكتبوا رقم السؤال 4 وتكتبوا الجملة اللي اختاريتوها. أنا كنفضل هذيك il ne peut être sauvé que par un miracle، حيت واضحة كلماتها واضحين. سؤال 5، de qui parlait monsieur Goriot dont la question soulignée dans le texte. بمعنى de qui، يعني كنقلبوا على شخصية. من الذي تحدث عنه السيد غوريو في السؤال الذي تحته خط في النص؟ نمشي ونشوفه. السؤال اللي تحته خط في النص، إلى رجعنا النص غنلقاو كومون فاتيل، هي الجملة اللي باغيين يعرفوا شكون هي هذه اللي كيسول عليها الأب غوريو. غنرجعوا بجملة من قبل غنلقاو بونجور بير لوي دي أوجين، يعني هنا أوجين كيهضر مع لو بير غوريو. لو بير غوريو سولو كومون فاتيل، يعني منطقيا على من غيسولو، شكون هي اللي غيسولو عليها؟ غيسولو على دلفين اللي هو على علاقة بها، اللي كان يخطط أنهم يمشيو يعيشوا بثلاثة. اللي قاري الرواية الإجابة غيجيبها في السماء، دلفين هذا هو الجواب. غتكتبوا رقم السؤال وتكتبوا حداه، يا إما تكتبوا صافي، يا إما تكتبوا دلفين، يا إما تكتبوا صافي دلفين. ما عقلتوش على سمية البنت، كتبوا غير صافي. مهم أي إجابة من هادو غتعتبر صحيحة ومصحح، ما غيسلك والو. نمشي للسؤال السادس، أيضا جزئين أ و ب، وطبعا أ مرتبطة ب و ب مرتبطة بأ. ونبدأ بالجزئية أ. عندنا أصبحت الحالة الصحية للسيد غوريو حرجة للغاية. إلا فهمنا غير سونتي دوفوني تخي، يعني ليتا دو سونتي دو مسيو غوريو ايتي دوفوني تخي، ما فهمتوش كاع الباقي. اشنو ولات الصحه ديال مسيو غوريو، او الوضعيه الصحيه ديال مسيو غوريو، او الحاله الصحيه؟ المهم نتوما صحت، فهمتوا؟ غير سونتي، غير الصحه. الصحه ديال الاب غوريو اشنو رجعت؟ يعني تدهورات ماشي تحسنات. كيلي لا فراز دو بيان شون كي لو مونتر، ما هي الجمله اللي قالها بيان شون واللي كتبين ذلك؟ غنمشيو للنص باش نعرفو. نمشيو للنص، فين كتبت لكم فين لونت لكم باللون الزهري. الصحه ديالو اصبحت متدهوره. الجمله هي إيل، عندنا هنا اي بيان لويدي غاستينياك قبل اللون الزهري، يعني لويدي غاستينياك قالها غاستينياك. من وراها il ne peut être sauvé que par un miracle، هذه قالها بيان شون، حيت الحوار هنا بين غاستينياك وبيان شون. عاودة كاينة impossible، il faut le laisser là lui éviter tout mouvement physique et toute émotion. يعني هنا يا إما غتكتبوا الجملة الأولى يا إما غتكتبوا الجملة الثانية، بجوج صحيح. طبعا اللي غيفهم طبعا الجملة الأولى غتجي لبعض الناس أسهل في الفهم. مهم أي وحدة في هادو راه عندكم جواب صحيح، والمصحيح ما يسال والو. غنكتبوا رقم السؤال 6 حدا الحرف أ، ونكتبوا حدا من هذوك الجمل اللي لقيتوها واللي عجباتكم، كتبوها بجوج صحيح. نمشيو للسؤال الجزء ب من نفس السؤال رقم 6، وهو استخرج مصطلحين أو تعبيرين ينتميان إلى المجال المعجمي للمرض. شون ليكسيكال، درس شون ليكسيكال واضح وفاهمينه. لا مالادي، لا مالادي هي المرض، يعني كلمة سهلة ومتداولة. نمشيو للنص، فين وصلنا؟ من ثم غنبداو نستخرجوا الكلمات. عندنا لو ميدسان، عندنا اوبيتال، راه النص معمر بالكلمات، ولكن اسهلهم وابسطهم مطلوب جوج هما لو ميدسان، شكون ما كيفهمش لو ميدسان، واوبيتال، شكون ما كيفهمش اوبيتال. نكتبوا رقم السؤال 6 الحرف ب، ونكتبوا ميدسان اوبيتال، وها حنا حصلنا على نص نقطه. نمشيو للسؤال السابع، وأيضا جزئين. نبدأ بالجزء أ، في نهاية الحوار، vers la fin du dialogue. Une comparaison a été employée pour décrire un trait de caractère de Monsieur Goriot. Recopiez-la après l'avoir repéré. في نهاية الحوار تم استخدام مقارنة لوصف شخصية السيد غوريو، قم باستخراجها. احنا شفنا كومباريزون، صح؟
صافي يعني منطقيا لي فيغور دو ستيل ضروري غيكونوا لي فيغور دو ستيل. سؤال خاص بلي فيغور دو ستيل، غنمشيو للنص ونقلبو. قال لك في نهاية الحوار، يعني غنمشيو للنص من الآخر، حيت أصلا الحوار تقريبا النص عبارة عن حوار، غنمشيو نبداو النص من التالي. غنبداو طالعين من النص من الآخر ونبقاو نقلبو ونقلبو ونقلبو، غتبان لينا الجملة إيلي أونتيتي كوم أون ميل. إلي اون تيتي كوم اون ميل، هادي هي الكومباريزون ديالنا، غنستخرجوها وغنحطوها ليهم. نكتبوا رقم السؤال 7، نكتبوا الحرف أ ضروري ملي يكون عندكم، أو بي تكتبوا أو تكتبوا بي يعني ضروري، وتكتبوا الجملة اللي هي إلي اون تيتي كوم إن ميل. دابا بي، بي معنى ديالها حدد ما إذا كان وصف السيد غوريو في هذه المقارنة إيجابيا أو سلبيا أو محايدا. عقلوا مزيان على هذوك اللي درت بالصفر والزهري اللي هما فالوريسونت دي فالوريسونت، هادو ضروري تعقلوا عليهم. علاش؟ حيت كاين تحطوا بزاف ديال سميتو بزاف ديال الاسئله، يعني كيتحطوا هاد الجملات الايجابي والسلبي كيسولكم عليهم باش غير تعرفوا بعدا اشنو بغاو منك. دابا اللي ما فهمش الجمله ديال هذيك المعنى ديالها، بحال قلنا عنيد بحال البغل، مهم اللي ما فهمش هذيك ميل اللي هي البغل وما فهمش اونتيتي يعني بمعنى بحال قلنا عنيد، ما هيعرفش يجاوب. ولكن باش يجاوب اشنو غايدير؟ غيمشي للنص. ملي نمشيو للنص غنقراو قبل نقراو ورا هذاك الشيء، ايلي اونتيتي كوم اون ميل، هذه ما فهمناهاش. كون جو لوي بارل، كون جو لوي بارل يعني ملي كنهضر معاه سهله. il fait semblant de ne pas entendre، كيدير راسو ما سمعنيش. et dort pour ne pas me répondre، وكيدير راسو ناعس باش ما يجاوبنيش. الا فهمتوا هاد الكلمات، واش هذاك الوصف سلبي ولا ايجابي؟ طبعا سلبي. طبعا تكتبوا رقم السؤال 7 حرف ب دي فالوريسون. صافي وصلتوا على نص نقطه. السؤال الثامن، دابخي بيان شون بوركوا ليتا دو سانتي دو مسيو غوريو سيتيل اغرافي. بحسب بيانشون لماذا ساءت الحالة الصحية للسيد غوريو؟ هنا إلا ما فهمتوش دابخي بيانشون راه غتفهموها بيانشون شخصية في الرواية، دابخي فو دابخي قلت لكم اللي تقراو دابخي فو ولا دابخي فوتخ ليكتور ولا يعني بحسب من خلال بحال هكذا. بوركوا راه باينة، علاش؟ سونتي دو موسيو غوريو، صحة الأب غوريو راه باينة. حتى الا ما فهمتوش سيتي لا غرافي وما فهمتوش ليتا، راه فهمتو بحسب بيانشون لماذا صحة الاب غوريو. لماذا صحة الاب غوريو؟ لا احنا عارفين باللي الاب غوريو غادي ومرض وصحته تهدمته، يعني غير من خلال قراءتك للرواية غتعرف باللي السؤال لماذا ساءت الحالة الصحية للسيد غوريو. نمشيو للنص غنلقاو إلي سورتي vers le matin، خرج في الصباح. il a été à pied dans Paris، تمشى برجليه في باريس. هو دابا بيانشون كيقول ما كيتصنطش ما كيديرش ما كي كيدير راسو ناعس، خرج في الصباح مشى على رجليه حتى واحد ما عرف فين. غتلقاو في الاخر ديال الجمله pour lequel il a outrepassé سي فورس، بحال نتوما قلتو بحال زعما فات الجهد ديالو، يعني زير على راسو بزاف، مشى على رجليه في باريس ما عرف شنو دار، فرصة على راسو كيف ما كنقولو. يعني الجواب اشنو غيكون؟ بارس كيل افي ابوسي دو سي فورس فيزيك. اللي ما عرفش وقرا النص وفهم السؤال يكتب غير هذيك الجمله، ولكن ملي تكتبوا بحال ملي ما كتعرفوش الفوا الجمله ما تعرفوش الفوا الجواب من عندكم، يعني تكتبوا بحال هاد بار سكيل افي ابيسي دو سي فورس فيزيك، اشنو غديروا؟ غتاخذوا هذيك الجمله كيف ما هي وتحطوها ديروا لي غيومي وتحطوها في وسطهم، بحال نتوما عطيتوا الجواب من النص، يعني قلتوا لهم ها اشنو ها اشنو. حتى الا كان المصحح قاصح ما غيعطيكش نقطه، غيعطيك نص، وغتربحوا على الاقل نص نقطه.
نمشي والسؤال التاسع. السؤال التاسع: من هي الشخصية، هي لو بيرسوناج، يعني هنا مطلوب اسم، مطلوب شخصية، كي باري كوم لوم دو كونفيونس دو مسيو غوريو دون سو باساج. لوم مفهومة دو كونفيونس، ثقة، يعني بحال قلنا رجل موثوق به. دو مسيو غوريو دون سو باساج، يعني من هي الشخصية التي تبدو كرجل موثوق به لدى السيد غوريو في هذا المقطع؟ Justifiez votre réponse par une phrase du texte. برر إجابتك بجملة من النص، يعني استخرج واحد الجملة من النص تثبت ذلك. نمشي للنص، وفين رانا؟ يعني في الآخر تاع النص. دابا جاوبنا من الأول من الأول وصلنا للآخر، غنبقاو نقراو من الآخر، غتبان لينا واحد الجملة. Laisse-moi seul un moment avec lui. خليني معاه واحد اللحظة. دي راستينياك شخصية. Je vais le confesser, il me dira tout à moi. يعني واضح الإجابة، شكون هي الشخصية اللي كنقلبوا عليها واللي موجودة أصلا في هذاك التالي كامل؟ غتقلبوا تقلبوا تقلبوا حتى تعيا وتلقاو غاستينياك، يعني الإجابة غاستينياك. الجملة: Je vais le confesser, il me dira tout à moi. ولا هذيك، المهم هذيك الجملة كاملة اللي كتبتوا منها أي جزء راه يعتبر صحيح. غنكتبوا رقم 9 اوجين دو غاستينياك، او اوجين او غاستينياك، المصحح ما كيسال والو، المهم تكتبوا وحده منهم. كتبتوا اوجين دو غاستينياك راه مزيان. جوستيفيكاسيون دو بوان، وتكتبوا الجمله اللي عجبتكم من هذاك السطر وكتبتوها راها صحيحه، وهانتوما حصلتوا على النقطه كامله والمصحح ما يسال والو. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.